اللي هو تمام ايه الجديد في تشخيص امراض الجلد. طبعا احنا العادي انه كان بعين الطبيب صحيح الامراض الجلديه او بالعدسه او باخذ عينه تمام من الجلد، صحيح لكن ايه بقى اللي دخل على ده من كام سنه او السنوات الاخيره؟ هو الديرموسكوب مفهومه ان انا بحط منظار على الجلد بيعمل ضوء مع عدسة معينة، بقدر اشوف من غير ما اخد عينة من الجلد، اقدر اشوف تحت الطبقة العليا بتاعت الجلد، يعني مش بشوف بعيني كده دايركت، لا بقدر اشوف لتحت شوية بعمق شوية، مش يعني عمق كذا مليمتر، دي ميزته. هو طبعا طول عمرنا بنستخدم عينينا على طول علشان نشوف الجلد وايه امراض الجلديه، تمام، وطبعا دي ما زالت الحاجه الاساسيه اللي كلنا أكيد بنشتغل بيها أكيد. في حياتنا طبعا، لكن في بعض الحالات بيكون في صعوبه ان انا اخرج بالمعلومه اللي انا محتاجاها مجرد بعيني، فبحتاج حاجه اقوى من كده. كان قبل كده المتاح لينا ان احنا نستخدم زي ما حضرتك قلتي العدسه، مجرد عدسه، العدسات في العادي بتكبر حوالي 3 مرات وبتشوف بس على طول على الجلد، يعني ما الطبقة تقدرش السطحية. تدخل الطبقه السطحيه، تمام. ودي طبعا برضو كنا بنستخدمها، او بنحتاج ساعات ناخد عينه من الجلد. عينه من الجلد يعني ايه؟ يعني ان انا بحط للمريض في جلده مخدر موضعي، وبعدين بدخل آلة صغيرة خالص باخد حوالي 4 مللي من الجلد، حتة صغيرة جدا بوديها بس المعمل. بتاخدوها من عمق شوية الجلد، مش من الطبقة السطحية. لا باخدها، انا اقصد 4 مللي مش العمق، المساحة بتاعتها الخارجية. المحيط بتاعها من الجلد 4 مللي. بس عمقها بتبقى عمقها، لا بتدخل. عمقها بيبقى على قد الجلد، برضو الجلد عمقه آخر طبقة فيه مش بتبقى أكتر من 4 مللي أو 5 مللي، فهي تمام. بتبقى حاجة صغيرة، لكن ببقى أخدت جزء من الجلد، باخد الجزء ده وبعدين بنبعته المعمل، بيصبغوا العينة وبعد كده بتتقطع بطريقة معينة وبتتشاف تحت الميكروسكوب من أساتذة تحاليل أنسجة أفاضل، هم اللي بيعرفوا يوصلوا ساعتها للتشخيص. تمام. فدي كانت الطريقة المعتادة اللي طول عمرنا ماشيين بيها، والحقيقة هي دي الطريقة اللي بوصل بيها نهائي للتشخيص. لكن لو أنا بقى مش عايزة أخد عينة من الجلد، بمعنى مش كل حاجة عايزة أعرض العيان أن أنا أخد منه عينة، أو صحيح. عندي كذا منطقة في الجلد فهاخد من كل المناطق عينات، فحتى لو خدت من منطقة المناطق التانية فالموضوع كان فيه عايزة صعوبة. أشوفها، عايزة أشوفها من غير ما أعرض العيان لأن أنا آخد جزء من الجلد. فدي بالظبط. كانت فكرة منظار الجلد، هو أول مرة تم نشر بحث عنه كان في سنة 1953 من ألمانيا، وبعدها لم يحدث نشر تاني، فضل في حالة صمت كده لغاية 40 سنة بعدها، وابتدى الكلام بس يرجع الوقت ده عليه كان هو تاني. بقى موجود في ألمانيا، لا كان بس كان لسه حصل بحث دراسة حاجة بس. مبدئي جدا ومفيش، والموضوع انتهى. رجعنا تاني في التسعينات ابتدى يظهر تاني أبحاث، بدأت أول بحث سنة في ألمانيا 1993 برضو. في ألمانيا برضو. طبعا ألمانيا من الدول اللي هي الرائدة. العدسات رائدة، والعدسات عندها علم، العدسات عندها عالي جدا، فبدأ بقى ساعتها تظهر أبحاث علمية في التسعينات تمام. على استحياء زي ما بيقولوا. من بعد سنة 2000 ابتدى يبقى في وضوح وشغل قوي على أجهزة الديرموسكوب، ومن بعدها احنا دلوقتي سنة 2020 ابتدت على مدار ال20 سنة اللي فاتت يبقى في طفرة بقى في استخدامات الديرموسكوب. هم لما استخدموه من سنوات بعيدة في أوروبا كان لهدف أصيل عندهم، هم عندهم هناك نوع جلدهم عندهم استعداد عالي جدا لأن يبقى عندهم حسنات كتير في الجلد، الحسنات البني اللي هي النقط الصغيرة اللي هو البني بيتخاف اللي عندنا لا قدر الله تتقلب لسرطانات في الجلد، فكان بالظبط. عندهم في فترة ما هلع من لا هم القصة ما دي زال عندهم الهلع، لسه هم لحد الهلع موجود دلوقتي على طول لأن لسه هم جلدهم نوعه عندهم رقيق. استعداد، في دول معينة كده جينيا هم عندهم الاستعداد زي دول أوروبا زي أستراليا، عندهم نسبة عالية من مرض سرطان الجلد اللي اسمه ميلانوما، مش أي سرطان، اللي النوع هو ده بيبقى زيادة في تصبغات الجلد في مناطق بطريقة معينة. مش طبيعية ويتحول إلى سرطان، وده سرطان قاسي جدا، فهم عندهم كان مشكلة كبيرة. ميزة الدرموسكوب إن هو بيقدر يميز بين لما تبقى فيه حسنة إن هي حميدة أو خبيثة، أو لا فيها شك، طب هناخد لها هناخدها عينة.
كان زمان بيضطروا ياخدوا كل حاجه شاكين فيها عينه، فكان بيبقى العيانين هناك عندهم عدد كبير من الحسنات، فيبقى مطرح كل واحده متاخده عينه، فيبقى كل ده معناه انه متساب لهم ندبات في جلده. صحيح. فده كان الهدف الاساسي عندهم ان هم يعملوا الدرموسكوب. تمام. وعشان كده هو اول ما طلع عندهم في التسعينات هو ما جالناش احنا بسرعه قوي، لان احنا الحمد لله في جلدنا ما بنعانيش من نفس المشكله ما دي، عندناش اللي هو المشكله جلدنا دي. عنده استعداد لسرطانات الجلد يعني. لا ما عندناش استعداد لسرطان جلد الميلانوما ده، النوع ده. النوع ده احنا عندنا قليل قوي في مصر طب الحمد لله. جينيا يعني نوع جلدنا كده، فعشان كده ما كانش الاهتمام بيه قوي عندنا، لان هو ما احنا العدد عندنا قليل، موجود طبعا بس قليل. الى ان ابتدى يتطور استخدامه ان هو يستخدموه في حاجات تانية غير الحسنات. لكل حاجة لونها بني في الجلد بقوا الوحمات بيعرف مثلا. بالظبط، بقوا بيعرفوا يميزوه. فساعتها بقى الاهتمام ظهر في الدول اللي هي زي عندنا، وكان أول مرة يدخل مصر كان سنة 2008، فيعني بقاله لا كتير. 12 سنة مش قليل. ابتدى يدخل بقى وابتدينا نستخدمه، طبعا في الأول ناس أقل بيستخدموه، وواحدة بواحدة بنبتدي نعرف شباب الأطباء عنه وابتدوا يعرفوه، وابتدوا يبقوا هم نفسهم عندهم وبيستخدموه ويشوفوه ويستخدموه. طيب هل المنظار ده دخل المستشفيات الحكومية مثلا في الأقسام بتاع الجلدية؟ طبعا يعني مثلا في القصر العيني طبعا ده من أوائل المستشفيات الحكومية اللي دخل فيها، ودخل فيها بقى الأول دخل فيها اللي هو المنظار اللي هو بيتمسك في الإيد، لأن الدرموسكوب ده له نوعين، نوع اسمه هاند هيلد درموسكوبي أو درموسكوب الحامل في اليد، ده عبارة عن حاجة صغيرة قد كده مش أكتر من كده، يعني قد شبر صغير جدا، صغير جدا، الدكتور بيشيله في البلطو بتاعه وبعدين بيحطه على الحاجة اللي عند الجلد ويبص فيها. ميزته إنه بيقدر يشخص بيها صورة ممتازة، بس وبدقة، تكبيره دقيق أكتر دقيق لكن من تكبيره العدسة عشر ومن لا طبعا هو مفيش مقارنة. تكبيره 10 مرات، فده موجود في المستشفيات الحكومية لأنه حاجة صغيرة سعرها مقبول. لا موجود في مستشفيات حكومية كتير جدا. طب غير يا دكتور بنان ان هو بيكبر اكتر 10 مرات، وحضرتك بيكبر قلتي عشر العدسة مرات بس. 3 مرات. طيب هو بيكبر الطبقة السطحية ولا بيشوف لا العمق برضو؟ بيشوف العمق، يبقى ده ما دام اختلافه قلنا كمان عن العدسة، درموسكوب هو مش يبقى عدسة مش عادية، بس. هو بيعرف يشوف تمام. تحت الطبقة السطحية بتاعت الجلد شوية، زائد انه بيكبر 10 مرات، تمام. يعني بيعمل الحاجتين، في حين العدسة العادية بتكبر 3 مرات وبتشوف بس السطح. تمام. فدي كانت ميزة الدرموسكوب، ان هو النوع اللي هو الهاند هيلد اللي هو بيتشال في الايد، فكل الدكتور يقدر يحطه في جيبه، والفكرة بس ان هو يتعلمه، يتعلم لما يبص يشخص، يعني دي محتاجة مهارة يتعلمها الدكتور، محتاج يتعلم لما يبص بعينه يميز دي حاجة حميدة دي حاجة خبيثة، هي دي اللي محتاجة تعليم. تمام. تمام. لكن هي دخلت في كل المستشفيات الحكومية تماما. طب الحمد تمام؟ لله الحمد لله. اللي هو المحمول ده، نقدر المحمول نقول ده المنظار موجود. المحمول ده موجود ده في موجود في المستشفيات المستشفيات الحكومية. الجامعة، مستشفيات وزارة الصحة طبعا. تمام. جه بعد كده بقى التطور الأعلى منه في السنوات الأخيرة اللي هو اسمه فيديو درماتوسكوب. ده بقى بيبقى الدرموسكوب ما بقاش بقى محمول، لا بقت كاميرا كبيرة شوية، كفاءتها أعلى كتير، بتقدر تكبر لغاية 120 مرة، مش 10 مرات لا 120 ده مرة، فرق كبير. فرق كبير، بتقدر تكبر كل التكبيرات يعني، وبيبقى بنشوفها على الكمبيوتر، حاجة بتبقى شبه الموجات فوق الصوتية، يعني نفس الطريقة بحط حاجة على الجلد، كاميرا على الجلد، وبتظهر لي الصورة على هل الشاشة دي بتاعة الكمبيوتر. ميزتها بقى انه لو في عملية او حاجة اثناء ما انتوا بتشوفوا، يعني مثلا دي الصورة اللي معانا دي يا دي دكتور منال، الصورة دي اللي يعني هي الفكرة بتاعت الدرموسكوب، ان هو انا ببص، انا الاوبزرفر اللي ببص من فوق، عندي لينس وعندي ضوء، عندي وبقدر عدسة. اشوف بالضوء زي ما حضرتك شايفة تحت الجلد، بنزل من تحت من تحت الحاجة اللي لونها اسود دي، هي المرض الجلدي الحاجة اللي لونها اسود، فهو الاضاءة بتنزل من تحت وبقدر اشوفها من تحت، فبقدر اشوف بعمق، فهي دي ميزه الدرموسكوب، ان هو بيفرق عن ان هو مجرد عدسه. تمام. اللينس العدسه مع الضوء بيعرف يدخلني من تحت، وزي ما قلت في منه النوع اللي هو بيتمسك بالايد اللي اسمه الهاند هيلد، لكن في كمان النوع اللي هو الفيديو درموسكوب.
مش بس لو يقدروا يجيبوه يعني على ده نقدر الشاشة. نقول ده النوع لا اللي هو ده المحمول الفكرة، ده ده الفكرة بتاعته. الفكرة. لكن هم لو يقدروا يجيبوا لنا على يجيبوا لنا صورة. الشاشة صورة ال نستأذن ال اه لو نستأذنهم يجيبوا لنا يكون الصورة صورة الفيديو التانية درموسكوب اللي هو المفروض اللي هو الأكبر اللي يكبر بقى 120 مرة. بالظبط. تمام. ومش بس كده، هو كمان عنده قدرات بقى أكبر، لأن أنا بقدر أحتفظ بالصورة اللي هو دي زي ما حضرتك شايفة هنا. الدكتور ماسك بإيده الكاميرا حاططها على دراع السيدة، ووراه في الجهاز احنا شايفينه كبير، وشايفين على الشاشة تمام. شايفة ظاهرة بقى الحسنة الحسنة بتاعت دي، الحسنة بتاعتي. تمام. تمام. فاتكبرت بالشكل ده، وهو قاعد من بعيد حاططها عليها وشايفة. نفس فكرة الموجات، طريقة الواحد يشوف الموجات الصوتية، بس طبعا ده مش موجات فوق صوتية، لا ده ضوء، ضوء طب عادي. بعد اذنك يا دكتور منال، يعني صورة زي كده تمام، الطبيب هي يعني الصورة متكبرة 120 مرة زي ما حضرتك قلتي. تمام. طيب انتوا بقى بعينيكوا ازاي بتعرفوا ان اذا كان دي حاجة طبيعية عادية ولا تمام لا قدر الله تمام ممكن تقلب بحاجة تانية بالظبط بالشكل اللي احنا شايفينه ده يعني؟ بالظبط. هتطلع مثلا الصورة دي حسنة، كويس، دي حسنة طبيعية جدا. هي شكلها لو شفناها على الشخص نفسه نقطة هنلاقيها نقطة بني. بني، مش هعرف أميز. صحيح. لما بنحط الجهاز وبنكبر بنشوف المنظر اللي اللي احنا احنا شفناه شفناه ده. دلوقتي، ده منظر حسنة طبيعية. طب عرفنا ازاي؟ ما هو زي ما قلت لحضرتك، احنا اللي هم شغالين على الدراسات دي من حاجة سنة 93، فخلاص عرفوا يوصلوا للحميد شكله ايه والخبيث شكله ايه. ليه؟ عن طريق ايه؟ ان هو الحاجة الحميدة بتتصور في عدد مرضى كتير، او هو مش مريض بقى، هي حاجة حميدة فهي حسنة عادية عند الناس كلها، تتصور بأعداد كبيرة، وفي بقى أطالس وكتب ومحاضرات بنعلم الناس شكل الحاجة الحميدة. دي ده واحدة. منظر تاني بقى لحاجة كانت برضو بقعة بني عند دراع عيان، لكن لما نبص بعينينا هشوفها بقعة بني، ما حاجة بني عالية. لما اشوفها بالديرموسكوب يبان بقى فرق على طول، هنا في حاجات مش طبيعية، في هنا تحت في زي نزيف، في هنا لون مزرق كده في رمادي، في دي حاجة سرطانية. يبقى احنا بنقدر نميز هنا ان دي حاجة سرطانية. طب اتأكدنا ازاي؟ لازم طبعا حاجة سرطانية هتتشال وهيتاخد لها عينة، فبالتحليل الخلوي نتأكد ان دي حاجة مش مظبوطة، مش حميدة. طيب يبقى اذا المنظار كده بيقدر يحل لي مشكله ان انا بعرف انا هاخد منها عينه ولا لا، ولا مش مستاهل اخد منها عينه. الاول كنت بالظبط باخد منه كله عينه عشان اشوف، هو صح كده كده؟ بالظبط يا استاذة شيرين، ان احنا يبقى كان زمان لما حد بنشك في حاجة بضطر اخد منه عينات، ما انا شايفة بقع بني وخلاص مش عارفة اميز. او طبعا لو دكاترة مثلا خبرتهم عالية قوي كانوا ممكن يعرفوا يميزوا، لكن لو حد دكتور خبرته اقل شوية مش هيعرف يميز، فهيقعد ياخد عينات من العيانين. لا، فكان ميزة بقى الديرموسكوب ان هو تدخل يحل النقطة دي. لو حاجة واضحة زي اللي شفناها من شوية اللي هي حسنة عادية خالص، انتهى خلاص، دي هنطمن العيان، لا دي ما فيهاش حاجة، انتهى، ما تجيلهاش تاني، دي كويس. تمام. او حاجة شكلها بالدرموسكوب زي ما شفنا كده ان فيها حاجات غريبة، مظاهر غريبة، لا دي شكلها مقلق، يبقى ساعتها بقى لازم ساعتها عينة. هناخد العينة. ليه؟ لان العينة هي الفيصل النهائي لكل شيء في جسم الانسان. انا زي ما بعمل سونار ببص على المنظر من بره، على الكبد من بره، على الكلى من بره، لكن لو قلقت ان في حاجه انا برضو هدخل اخد عينه من نسيج الكبد كمان. مثلا. قصدي اقول العينه في جسم الانسان هي الفيصل النهائي في كل شيء. احنا مجرد بنحاول، او العلماء بيحاولوا يعملوا اجهزه عن طريق المنظار اخلي العيان يعمل عينات اقل، بالظبط، ما لان يعملش بسهل غير، الحياه كل بسهل مدى الحياه بسهل الدنيا. للعيان بس، بالظبط. لكن ويبقى الفيصل هي العينه طبعا. طبعا، مؤكد، طيب لانها في خلوي بتبص على الخلايا وشكل الخليه وكميه الكروموزومات وكميه التقسيم الميتوزيس اللي بيحصل فيه، فدي ما حدش يقدر يشوفها غير العينه. طيب ده هو عشان كده كمان. هي اهم حاجه. تمام اكيد.